مشاهدينا متابعي قناة زمزات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال البارية. ضيفنا اليوم فنان محبوب صاحب المقولة الشهيرة Give me water و Hop me نيويورك. رحبوا معي وإياكم بسي عزيز داتس. مرحبا سي عزيز، مرحبا بك. ربي يخليك. مرحبا بكم. مرحبا بك طنجة. الله لا يخطيك، حنا في إطار المهرجان ديال السينما جينا نحضروا ليه، ونتمنى أن ندوز هاد الحيضة تدوزوا ناشطين وضحكين غيدوزوا بريئين جدا إن شاء الله بإذن الله. سي عزيز، ندخلوا مباشرة في الموضوع ونطلقوا صراحة الأسئلة ديالنا البريئة. قلتي في واحد التصريح ديالك بلي كان عندك تخوف من التلفزيون والسينما وبقيتي في المسرح. واش باقي سي عزيز كيحس براسو داخل على التلفزيون؟ لا الحمد لله، دابا نقول لك أنا قبل كان عندي تخوف لأن التلفزيون المغربي ما كانش قريب بزاف للشعب المغربي، والشعب المغربي يعني وصل واحد النيفو عالي شويه في التفراج لانه كيتفرج افلام مغربيه. ولكن من بعد ملي التحقوا واحد المجموعه ديال الشباب يعني التلفازه، اخوك عزيز دابا تيخدم التلفازه وهو مرتاح بحال اللي كيخدم السينما، درت مواضيع زويونه الحمد لله باذن الله اللي هي قريبه الناس سيرتو في ساعه في الجحيم تعرف عليها فيها الناس، وتنتمنوا ان تبقى هذه التشكيله هذا في التلفازه هذا. ولكن قلتي في واحد التصريح ديالك بلي بزاف الاعمال ما مقتنعش بهم تلفزيوني. لا ماشي 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 الاقتناع، هو غير بعض المرات السرعه في خدمه العمل هي اللي كتقلق. مثلا ملي كتاخذ واحد البروجي مطلوب منك انك تاخذ واحد الوقت فيه يعني تقراه وكيفاش باش تقلب على واحد الشخصيه اللي غادي تمثل وكيفاش، ما كتكونش عندك بعض المرات الوقت كيبقى في الحال يعني كتجيب حلة كتقول انا راه ما عطيتش داك الشيء اللي بغيت. وهذه صعيبه على الفنان الحقيقي، هو ملي كيلعب واحد الحاجه وما تعطيش كل شيء يعني فهمتيني، هذا هو بعض الفنانه معطائين ما تيبغيش يخلي فيه داك الشيء، خصو يعطي كل شيء في الحكايه. وكيقول لك دابا الحمد لله دابا كاين اختيارات بعض الاعمال، دابا كاينين النجوم ديال الكتابه دابا ولاو عندنا في التلفازه تشونجات من 2007 الحمد لله دابا، وكاين اعمال اللي كترقى للجمهور وكاين اعمال اللي كتخدم بسرعه بتسيد سيت كومات، وهذا الشيء راه مطلوب انك تعطاك البروجي في واحد الشهير وخصك تصوره انت بدو موا وتعاود تليفري راه كتلقى راسك شويه ناقص زعما. شي عمل ما اقتنعش به سي عزيز؟ تلفزيونيا؟ تلفزيونيا انا كاع زين علي اعمالي بيني وبينك كلهم يعني بان ما عنديش ما كنحاولش ندير الفرق لا في السينما ولا التلفزيون، وما تنقولش انا ما درت واحد العمل في الاخر غادي نبكي عليه حتى الا ما بغيتوش ما غنديروش. يعني ندمتي حيتاش تعطلتي ما دخلتيش التلفزيون حتى 2005؟ لا ما ندمتش، غنقول لك واحد القضيه، حيت اولا التلفازه متى بدات الحقيقه التلفازه ولا السينما؟ انا شحال من واحد كيقول لي مثلا عزيز انت كنت لا انا كنت في ذاك لاج وبديت السينما اكيد ما غندير والو دابا. انا حتى انا واحد الراجل اللي مشى ايطاب بار ايطاب بدريجه بدريجه، انا من ذاك النوع اللي قال جوج كلمات في فيلم من بعد فرح ملي عطاو واحد الورقه فيها حوار سته ولا سبعه ديال الحوارات، من بعد حلمت اني نهز السيناريو بحال الناس. يعني هذا الراجل اللي قدامك ما عمره غادي يتغر وما عمره غادي يخاف، عندي طريقه كيفاش كنحاول نختار، كنعتمد على مخرجين والله سبحانه وتعالى صيفطهم لي في السينما الجمال ديال المخرجين في شباب نيفو عالي الحمد لله، وما عندي حتى ندم وحق الله ما عندي حتى ندم زعما، تنقول انا يمكن في هذا لاج اللي مزيان واقيلا كاع درت السينما. يعني الابنه ديالك اللي كانت سبب رئيسي باش تدخل العالم السينمائي والتلفزيون، واش كتعتبرها هي اللي صنعت عزيز داداس دابا؟ لا تنقول لك واحد القضيه، انا اللي صنع عزيز داداس مي اللي صنعت عزيز داداس. ثانيا انا بنتي حتى بحكم كانوا انا كنت في واحد الفرقه مسرحيه فيها مجموعه ديال الممثلين اللي هما بارزين حاليا في الساحه، وكانوا هاد الممثلين كيشوا عندي، وكان انا التخوف ديالي كنقول بحكم الحي اللي كنسكن فيه هو السبعه حي شعبي، تتقول ما يمكنش ندير شي حاجه اللي ما تنقدرش يقول شي واحد ويلي يا صاحبي اش درتو، حنا راه ما قرابش لهادو، حنا راه ما تنقولوش مفاتيح السياره عاد، حنا راه ما تنركبوش بحال هكا، حنا ما كان عندي التخوف. بديت انا بعدا كنت سينمائي يعني على سميتو غير باش هو تلبيه لواحد البنت ديالي انها راه باباها راه عنده عروض، غير هو تيخاف لان يا عرض يكون متقاد، وتال دابا انا تنخاف يعني انا دابا تفخ اختياراتي راه ما يمكنش تصحبني غير ذاك النوع اللي ممكن تخدمي في اللي كاين، صعيب عليا الحال ماشي حيت عرفني الناس لا غير باش تحافظ على الحب الناس، كاينه تضحيات كثيره اللي كان ممكن كيديرها عز داداس. نقولوا فيلم الزيرو اللي شخصتي فيه دور كوميسير خسرتي فيه الهضره بزاف. ماشي خسرت فيه الهضره، هو كان مطلوب هذاك. شوف واحد القضيه، من كاينين الكوميسيرات اللي الله يعمرني من الدار وهذا تنعرفهم صحابي، وكاينين الكوميسيرات اللي هو تيقول يمكن تيقول بالبوفوار راه ممكن نقدر نقول للمواطن اي حاجه. انا ملي دويت في الزيرو بداك الشكل بغيت الناس انها ما تبغينيش يعني في الشخصيه،
شخصيه ماشي انا كشخص، داك الشخصيه باش كتقول واحد الرساله لهذوك المسؤولين. راه المواطن المغربي راه هو على درجه ان راه ما تيحملش هذيك الهضره، راه ما ممكنش تعاملوا بديك الطريقه. ها انت شوف انا غير مثلت ليه واحد من الناس اللي هما في الامن، شو كيفاش تعامل معايا. ثانيا انا ديك الشخصيه ديال الزروالي بالنسبه لي هي واحد نقله اخرى من لا كوميدي العادي الناتورال النورمال، باش تقول حتى للمخرجين انا عزيز دادس راه هو ما غيكونش يعني محصور غير في الادوار الكوميدي، راه يقدر يدير ادروجاست اخرى. يعني انا واحد مشخص الادوار، انا ما يمكنش تصنفني اني كندير لا كوميدي او كندير لا تراجيدي او هذا. انا واحد الراجل ممكن كياخذ الادوار وكيقراهم وكيفاش كنتفاهم مع المخرج عليهم، كيفاش كنتراسيو واحد السكولات كنقدر ندخل فيه زعما. لا ولكن كما كنعرفوا جميع بلي فيلم زيرو خلق واحد الجدل قوي. انت جيتي قلت عليه فيلم واقعي، واش الفيلم الواقعي اللي غيتقبلوا المتلقي وغيدخل للتلفزه المغربيه او لا عند دار المواطن، والشراطي على هذا العمل؟ لا شوف واحد القضيه، هو التلفازه اختيار، يعني الناس كتمشي للتلفازه باش نقطعوا شويه القضيه ديال التلفازه والسينما سينما. يعني ملي كندير واحد السينما نوار حنا كندويو على واحد الواقع ما اللي هو حنا هضرنا عليه بالزرو اللي كاين. ما يمكنش ان داك الكوميسير نبدا نكذب على المواطن المغربي اللي هو عايش في الكوميسيريات، ما غيدير لا كارت ناسيونال، غيمشي يجيب شهاده عدليه ولا، ونبدا نعطيه كوميسير بداك الشكل اللي هو ما عندوش الخيال ديالو، فهمتيني؟ فراه ما يمكنش. اون باراليل راه كان عندي كوميسير في الفيلم ديال زرو طيب، هو صلاح الدين بن موسى، يعني اللي انسان طيب وهذا، يعني كتحاول تدير حتى الفوارق ما بين هذا وهذا باش تبقى يعني تنقولوا لا كريديبيليتي، داك المنطق عند الجمهور المغربي يبقى عنده راسه. ثانيا هذاك بالنسبه لي قلت لك هي نقله ما بين الطريق الى كابول للزيرو، باش الجمهور المغربي او المنتج المغربي او المخرج المغربي يعرف ان هذاك الممتع راه ما محصورش في لاكوميدي، نتسنى حتى يجيني واحد بحال الطريق الى كابول باش نقدر نديرو. يعني السي عزيز حاليا كيخدم اعمال تلفزيونيه واعمال سينمائيه، يعني الى رجعنا نشوفوه فيلم دالاس حتى هو فيه تقصد الهضره. ماشي بزاف تقصد الهضره في فيلم دالاس. الاشكال ديالو هو انني بغيت نغطي دالاس يكون ناتورال اليومي فيه، اللي بعض المرات كتشوف الانسان اليومي كيضحك كيتقلق وكيغضب، ودرجات الكلام اللي قلت مثلا راه ماشي شي حاجه اللي ما يمكنش انت كتسمع في الشارع داك الكلام، فهمتيني؟ وعمر ما جاني كريتيك عليه. انا حاليا لا هو سافرنا لا لبرا ولا هنا، عمر شي حد ما جاني كريتيك، لان جوج الكلمات او ثلاثه الكلمات اللي تقالوا هما تقالوا في حاله غضب واللي ضحك فيها الجمهور. المصيبه هو ان لا كوميدي كانت فيها، لان ديك اللعبه ديال راه انت تتكون بصح، يعني انت بصح داك الدور ماشي كتمثلو، فهمتيني؟ فيما يخص فيلم دالاس نبقاو فيه، شخص تدور مخرج ياك، واش كتحس باللي المتلقي ياك باغي قضايا حساسه اللي كيشعر بهم يوميا وكيعيشهم، ولا واحد القضيه اللي كتخص السينمائيين على وجه الخصوص؟ لا هو غادي نقول واحد القضيه، هذا دالاس وما كيخصش السينمائيين بوحدهم. حنا ملي كتخلق مثلا ملي في اي دوله ما عندها قضايا كتبغي ديرهم، حنا ماشي غير بوحدنا اللي درنا السينما، العالم كامل دار افلام ديال السينما، سيرتو دابا في المغرب والحمد لله ولات نسبه المشاهده قويه في الفيلم المغربي هذه من 2007. دونك حنا الناس ملي تيجيو يتفرجوا في فيلم سينمائي كاين اللي كتلاقى معاه في الشارع كيجيب ليه الله انني كنصور في ساعه ونص، كيجيب ليه الله ان التصوير ساعه ونص الفيلم هي ساعه ونص اللي كنصور، ما عرفتش انا كنضربوا العاب وعامين. حنا اش قلنا فوالا، حنا نمروا دي ميساج ديال لا سوفونس، نمروا ميساج ديال الاحلام اللي ما كتحققش عند جميع الناس ماشي غير عند دالاس، فهمتيني؟ عاد نمروا دي ديكور اللي هما مزيانين اللي ما مستغلينش، عاد نقدروا نقولوا لهم ها الكونسيبت تاع الحكايه، ها حنا كيفاش كنشتغلوا في السينما. الحاليه الفيلم دابا تيدير سوكسي، ما بغيتش نقول الارقام في هاد لا سومان، الحمد لله كاينين لي فيديو في فيسبوك بالناس مصورين داك الشيء. المغاربه بصراحه ولاو كيتفرجوا في كل شيء الافلام، ماشي بالعكس، يعني ما عند القضيه ديال ان غيتفرج غير اللي كيهمو، لا اللي كيهمو ولا تكنيك. وشوف حنا فين وصلنا حاليا، يعني النيفو كيفاش على عندنا سينمائيا. والفيلم راه توزع غيتوزع ان شاء الله بباريس، ومشى لموريال ومشى لمونبوليا وجاب لي كريتيك مزيانين الحمد لله. وما عنديش غير هو، عندي حتى الفيلم ديال اوركستر دمينوي اليوم راه كاين الافتتاح ديالو بباريس، ودوز شهور في السينما المغربيه على الطريق الى كابول هذاك ضرب عامين ونص. سون فونتازي ستان ستيل للسينما. حنا نقول لك واحد القضيه، الحلم هو اننا نقلبوا على لاماس. ملي كتلقى لاماس وكتبدا تحس ان راه ولات الثقافه السينمائيه عند المواطن المغربي، هاد الناس المسؤولين ديال البلاد
يفكروا انهم يديروا السينمات، لان ملي تتمشي السينما فتتمشي ثقافه البلاد. تخيل معايا حنا حاليا دابا تنشوف 25 فيلم سينمائي وعندنا 24 سينما. تخيل دابا هذا المنظر. والغريب هو ان دابا المواطن المغربي ولات عنده الثقافه. انا مثلا هبط لكازابلانكا باش ما ماشي كازابلانكا، انا دابا في فيستيفال طنجه وتنشوف هذه الامه ديال الناس اللي داخل هذا السينما. يعني واش ماشي من حقهم ان هاد القاعات يبقاو؟ لان غادي يجي واحد لافاك ان شاء الله ولدك غادي تقول يجي نوريك السينما تحل ليه الاورديناتور وتقول له ما سكنت بحال هاد السينما عندنا كذا راه باقي باريس ما عندناش هادشي، ولكن راه هي السينما ما غاتقبلهاش. وخاصنا نقولوا دائما ديك العدد اللي كتكرروا بزاف هو 300 قاعه سينمائيه اللي خاصنا في المغرب. لا انا ماشي نقولش لك ما كرهتش، انا كل مدينه تصور انا ورزازات كنمشي لها ما كنلقاش فيها قاعه سينمائيه. احنا ملي كنبنيو هاد الاقامات تبارك الله هاد الاقامات كتلقى بعض المرات اقامه اللي كتلقى فيها 3000 واحد ساكنه. عندنا في كازا 3000 واحد كنلقى فيها واحد الحميم وجرده وشي حاجه. واش ماشي من حق هاد الناس ان نديرو واحد لاصال؟ واش الا الدوله فرضت على هاد الناس المقاولين انهم يديروا دي صال سينما ولو غير ديال 300 بلاصه واش ما غاداش؟ غادار، ثق مني غادي دار. علاش؟ لان دابا نقول لك واحد القضيه، طريق لاكابول تنتج انتاج خاص ودخل ارباحه. يعني حنا من هاد الناس اللي غادي يجيو بهونجوا لينا ملي غادي يلقاو قاعات سينما راه غادي يدخل الانتاج البريفي ومحتاجين الانتاج بريفي وغادي يولي كاع الممثلين خدامين. عندك الكاميرا ديالك 30 ثانيه باش غطالب المسؤولين اللي المسؤولين على السينما المغربيه. والسينما المغربيه انا بعدا كنطالب الفنان، يعني بغي نطالب شويه غرامات الفنان وما نبقاوش نهضروا على القانون، لان القانون خصو يدار. محتاجين لقاعات السينما بصراحه، محتاجين نقصوا شويه على الثمن على المواطن المغربي، ما نغلوش بعض القاعات يعني الاثمنه نصعب الحال. شفتوا انا في كازا الناس كتهبط مساكن في الترام ومن كتوصل كتلقى واحد شويه الثمن غالي. محتاجين القاعات ديال السينما تعاود تجدد بعض القاعات اللي ذكرتو دابا. الحمد لله انا فرحت ملي سمعت في طنجه غتفتح السينما ميغاراما، فتنقول لكم زعما عطيو فرصه للممثل المغربي انه يشتغل. اللي غتحلوا القاعات ديال السينما ثقوا مني ان راه داخله دابا واحد لا جينيراسيون باقا صغيره عندها فكر راقي، وافلامنا راه كتخرج لبرا وراه الناس برا راه كيسحبونا عندنا، باقي عندنا هذيك 260 سينما بدون القاعات ديال السينما. الله يرضي سي عزيز، الفكره كنتمنى انها وصلت. ربي يخليك. ناقشوا شويه فيلم الزين اللي فيك. ما شفتوش؟ ما شفت ولكن سمعت عليه. لا ما شفتو انا. شوف نقول واحد القضيه، انا الفرق ما بين نسمع ونشوف، انا ما شفتوش. انا ما شفتش شحال مره قالوها ليا. والانتقادات اللي وديك الضجه اللي كانت. سمعت ولكن انا اللي عرفت بالله هو الفيلم ماشي بهذا الستيل. يعني انا يمكن كنت نعاتب واحد المساله، قلت هو تقنيا ما عجبنيش. تقنيا نبيل عيوش ماشي مخرج اللي عادي، يعني مخرج اللي تبارك الله يعني كريفيرونس، ولكن الشكل باش مخدوم لقطات لي وراوني ما انا كنت خليني تنشوف الفيلم، يعني ما يمكنش نشوف شي حاجه اخرى. الحمد لله عندنا افلام كبار دابا خارجه، وخلي المغاربه يديروا تجارب. دابا الناس كدير تجارب، حنا غير اللي كاين نديروا افلام نجيبوا الناس نتخلق لنا لاماس، خلق قاعده جماهيريه، تبناو السينما تديروا التجارب اللي بغيتوا، اللي يدير لامور اللي يدير لاكشن. والجمهور المواطن المغربي راه واصل لواحد الذكاء ما كنستبدلوش، راه واصل الذكاء انه يشوف اللي بغى. متفقين السي عزيز. فيما يخص قانون الفنان اللي خرج مؤخرا كنت هضرتي على انه خاص يكون قانون الفنان. خاص يكون قانون الفنان. واش ذاك الشيء اللي كنتي باغي كاين حاليا؟ لا هو باقي ما شلنا فيه والو. بعدا باش نكون معك صريح، انا ما عنديش بطاقه الفنان باش نكون معك صريح، يعني انا ما عنديش، انا بطاقه الفنان ما عنديش. المهم الا كانت هذيك البطاقه غادي تخدمني انا ما عنديش هذيك البطاقه. الاشكال اللي كاين هو انه خصو فريمون يكون قانون الفنان، ماشي يلاه نقادوه، خصو يكون قانون الفنان ما خصناش نناقشوه كاع، لان خصو يكون بارمي كاع جميع الخدامين اللي كاينه كلها عندها قانون، الا الفن اللي هو يعني صوت وصوره ديال البلاد. هذا هو اللي خصو الناس كاملين يوقفوا باش يديروا ليه قانون مزيان محترم، فهمتيني؟ هذا هو اللي مهم. المهم عندنا حنا بصراحه ماشي القانون، هو نقلبوا على الناس يجوا بعد الفن ويشوفوا السينما، نعطيو السينما اللي قريبه للناس. راه قلت لك ملي كيكون عندك لاماس راه حق الله العظيم الى الدوله بز منا غدير معك القانون. ملي ما كيكونش عندك لاماس كتلقى فيلم داخل ليه اربعه ولا خمسه ديال الناس، فما كتحس براسك انت بعدا ملي كتهضر على السينما بحال كتهضر على الكونتراباوند. خصك تهضر مع صاحبك بحال هكا، لان دابا الحمد لله كتقول راه صافا مع يمكن هذا الاشعاع اللي واقع في لا تكنولوجي والناس كتسمع والناس بصراحه ولات باغا مساكن تشجع السينما المغربيه، فراه محتاجين القانون الفنان باش ما نبقاوش نتباكاو ديما. حيت انا في الاصل كنكره بكاء الفنان.
ما تنبغيش. كاين فيلم الروح اللي خدمتي مع الشاب دوزي، شفنا تعطل باقي ما خرجش. شوف هو هذاك الروح فيلم اللي ديال ديمنا بو النعيلات، هي الاخراج ديالها واحد الشابه زوينه عز عليا، ابطال ديالهم فيه دوزي، سعد مجرد، كليله بو النعيلات، هشام بهلول، ياسين حجام، واحد الصاف، واحد المجموعه تبارك الله بزاف يعني ديال الممثلين. غير المشكل اللي باقي هو ان الفيلم هو فيلم من لو جوغ ديال 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 سميتو ديال الرعب، مطلوب شويه ديال لي زيفي سبيسيو مزيانين وهذا، فهمتيني، باقي هو دابا في المونتاج ولكن الحمد لله قريبا يعني. ماشي دابا حاليا الجمهور ديالك ملي كيشوف سي عزيز في الادوار اللي كيشخصها ياك فيها تخسر الهضره ولا شي حاجه اخرى، ما كيجيوش انتقادات بحال. شوف نقول لك واحد القضيه، انا كنحلم كاع ما نكونش شي فيلم تخسر الهضره، حتى ماشي الا غنخسروا الهضره غير باش نخسروا الهضره بلاش، انا ما كنقبلهاش هذه المساله هذه. تالمو انا مثلا غير بالزرار ديال البال الكلام اللي كنت كنقول في حواراتي، يعني ما كنحاولش كاع بزاف نورق، ولكن وكنحاول نعطيها في لا سيتياسيون. عندي افلام اخرى اللي هي ديال العائلات بواحد الشكل كبير، انا صورت واحد مؤخرا انا ومجدول الادريسي في بلاد العجائب، تا هو راه في المونتاج هذا الحمد لله، تا هو فيلم اللي ماشي غير ما نبقاش نقولوا سينما رقيه، سينما العائلات، سينما عطيه شخصيه، وراه المواطن المغربي وحق الله تيتقبلها منك، حيت انا الكلام ديال اشنو 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 الكلام اللي قلنا في السبان، الا قلتي واحد الكلمه وانت تدوز الشركه تضل تسمع فيها، ولات ناتشورال بالنسبه لينا، انا ناتشورال واخا هي ما كتعجبناش، ولكن بالنسبه لنا حنا عندنا ولات كتبان عاديه، فهمتيني؟ ولكن كتصنع واحد الصوره نمطيه على عزيز. يعني كتصنع اي، حيت غادي تقول مثلا في الطريق لقابو العزيز ما كانش شكل ماشي عند العيب، الا جيتيني مثلا في الزرق ممكن انا نجست البيرسوناج بالقبح ديالها، ما بغيتش نطلق منها. هذاك الشخصيه خصني نعطيها بالعاني باش نقول لهم انا براسي راكم انتم كتفرجوا فيا اش كنقول، سمعتوا المواطن المغربي كرهها، دونك ما تبقاوش تتعاملوا معها بهذا الشكل، فهمتيني؟ الا جيتي مثلا خارج الحدود ما بينها. إلا جيتي مثلا سميتو الطريق إلى كابور، شخصية اللي هي مثلت لواحد الدرجة ديال الأرناق وحكاها وكذا، وشنو سمعتي في حاجة مثلا اللي كانت أوركسترد من وي، لعبت مع جيروم كوين أنا وقاد المال حسن الفد، أنا كنت بارمي لي غول برانسيبال، يعني إلا دخلتي مثلا شتي الطاكسي مان، هذاك العالي مسكين، ذاك المغربي، ذاك ولد البلاد، ولد الدريبة، وهذا ما كانش شي حندود زعما، شي حاجة اللي غيقدر تقلق فيها الجمهور وحده، فهمتيني؟ شفناك في شخصية وشن فيلم الطريق الى كابور، هاد الشخصيه واش باقا؟ ما عنديش، مشات للاسف. دابا الجمهور اللي كيتلاقى مع عزيز نورمال، نقول لك علاش، حيت ما انا بعد ما كنضحك مع شي وحدين كنكون في شي مثلا في شي انترفيو وتيعطوني دي فيديو تنسمع والزيت والنصب وتجيني الضحكه، حيت ملي كتكون انت صادق في التشخيص كيولي المواطن المغربي كيحس بك ديت في عينيك انك تقدر دير هاد الشيء. حتى انا كنقول واش انا عمركم شفتوا لي هادشي زيت ولا هادشي صابون كتبيع فيه في ليبيا، واش شفتوني انا بصح كاع في ليبيا، يعني ملي كتكون صادق مع الجمهور راه كيبغيك. وكي قلت لك قبيله انا مشخص ديال الادوار، واش بقى عندي هنا حطيت قدامه شويه الزيرو، وجبت حداه اوركسترا دمينوي، وجبت حداه دالاس، وكاين حداه اورزون، وكاين حداه بزاف ديال الاعمال، وكل واحد انا شخصيا كاين اللي كيقول لك مثلا غير في السيت كوم كيجيب لك السميه ديال السيت كوم، انا درته ب 2007 عجبه هو هذاك البيرسوناج دماغه، وتقدر ما يكونش عاجبه كاع وشن او ما شافش مسكين كاع الفيلم، كل واحد وكيفاش كيشوفك يعني. دابا هذا المسار طويل جدا اللي بدا سي عزيز، واش كيشوف بلي سعيد الناصري كان له الفضل؟ سعيد الناصري اولا كان اخ وصاحبي، يعني سعيد ما كانش غير ليه الفضل، بالنسبه لي انا سعيد تعلمت بزاف ديال الحوايج منه، يعني تعلمت الستيل لا كوميدي، تعلمت ما هو انساني انا وياه، يعني ما كناش حنا كنمثلوا مع بعضياتنا، علاقتي لدرجه انهم كانوا يشوفونا في الشارع تيسحبوني كنجي، يعني انا باقي ما معروفش لا في التلفزيون وشكلي انا وياه وكيفاش كنكونوا غاديين. سعيد انا دوزت معاه واحد 9 سنين، درت معاه الكاست، درت معاه لا ريجي، درت معاه تنخرجوا انا وياه، يعني حنا كنديروا هادشي انا وياه اونسومبل، ماشي بصراحه، يعني ليه الفضل بزاف على عزيز داداس، يعني خدمت معاه بزاف ديال السيت كوم، خدمت معاه اوطون كممثل وكاستينمان، يعني اللي كنختار لي زاكتور باتفاق انا وياه، يعني ما يمكنش هذيك بالنسبه لي حاجه بدا في حياتي، يعني في السي في ديالي ما تتنساش. سعيد ندوزو للفقره بين وبين، غنعطيك جوج اسماء كتختار لي واحد. الاسم الاول صارم فاسي الفهري ونور الدين صالح. ما تقدرش تختار بيناتهم،
قانون برا وجوز. لا حيت ما تقدرش، انا نقول لك علاش ما تختارش بيناتهم، ما نقدرش انا بالضبط نختار بيناتهم. دخلت للسينما في حياة الصين، تعشقني واحد العشق غريب، وخذ جوائز في حياة فاسيل فهري. يعني هما بجوجهم عندي ذاكره اللي زوينه فيهم، ما نقدرش نختار بيناتهم حشي، حيت انا الفاسيل فهري معنا دابا هو الديريكتور وتنعرفوا، راه غنقول لك لا حيت لا ما كاينش داك النفاق. دونك انا الوسط ما نقدرش نختار بينات الناس، كون عندك الحار غادي ناكلوا لنا. اخ فيلم دالاس والطريق الى كبر، شو اللي اخترته ما بيناتهم؟ انت دابا حطيتيني في مواقف صعيبه، حيت ما يمكنش نختار. لا ما غتقدرش تختار. دالاس بالنسبه لي نجاحي في الجمهور وتكريمات، والطريق الى كابول نجاحي جمهور وتكريمات. يعني ما يمكنش انا خيرتيني مثلا عطيتيني تقول لي مخرجين وتسمي لي واحد مع واحد، غنعزل لك واحد، ما عنديش مشكل، ما عنديش هذا الفرق هذا، فهمتيني؟ غتقول لي مثلا عزيز داداس، الى عيط لك الخماري دابا وعيط لك علي مجبود، شكون غتختار؟ نقول لك علي مجبود ديريكت، غنقول لك ديريكت، ماشي نخرج ديال الخماري من اجمل واصدق الناس اللي كنحب وصاحبي بزاف، ولكن انا خدت واحد لو ستيل كنخدم عليه، ما غاديش نكره المساله هذه، فهمتيني؟ غتقول لي مثلا نعطيناك ابراهيم الشكري مسلسل وعطوك سيتكوم وسيتكوم غلا من المسلسل، اش غتختار با عز؟ غنقول لك غنختار ابراهيم الشكري، لان غنختار الفكر، غنختار الخوف، لان ابراهيم الشكري فنان غادي يخاف عليا، سيتكوم انا غادي نديع، ما غيخاف عليا حتى واحد، حتى انا مخلص غنبان بحال شي اجير، هذا هو المشكل اللي كاين. ندوزو الاخير تفضل فقره، اسم وتعليق. امل عيوش. انا امل عيوش من اروع الممثلات عندي، انا في اوركسترا دمينو ما قدرتش ترفقني، وبقينا تقرب طلع الشمس ونقول لها امال ضربيني، لان لما مشات طلعت الشمس غنعاودو غدا، كتقول لي ما تقدرش نضربك، هذيك من الممثلات الراقيه، هذيك كنعتبرها اميره يعني، ماشي امين ناجي صديق ديالي من المسرح، وحنا صحاب من قديم، هو واحد من الفرقه ديالي اللواء ديال المسرح، فيها انا وكمال كاديمي وسعد الوزياني وواحد المجموعه وابو واحد المجموعه واحد الستاف اللي حنا في الفرقه، عشنا ظروف ما نقولش لك كانوا احلامنا كبيره، اننا حنا نخرجوا حتى حنا ونديروا السينما ونديروا كذا، كانت احلام والحمد لله تحققت، ولكن راه تحققت لانه ما فرصان، يعني تحققت في كمال كاديمي، تحققت في امين ناجي، وانا تنفرح لهم كاملين. كمال كاديمي صاحبي هذاك، انا الله دويت انا وياه في الصباح، عندنا واحد لاصيغي غنديروا انا وياه في مراكش مع ابراهيم الشكيري، هذاك بدايتي انا وياه في التياتر، وكنا كنضحكوا انا وياه دائما، كنقول ليه ما عرفناش علاش الكاميرا ما كتطلعش عندنا ثبات، واش حنا حيت تروازيام سيكتور، وحنا بدينا تنطلعوا الكاميرا، حنا ولينا كنقولوا الكاميرا سيري فحالك بلا ما طلع عندنا. سي عزيز شكرا لك على قبول دعوه برنامج سؤال بريء. وشكرا وشكرا لك. كلمه اخيره للجمهور. تنموت عليكم وانتم عارفين هذه القضيه، يعني الا قلت شي غلط ولا شي حاجه انتم كتسامحوا لي، لان واحد منكم وانا اخوكم، انتم عارف هذه القضيه اللي ما نناقشهاش، وكنقول لكم تبارك الله عليكم وشكرا، حنا في مدينه طنجه وغادي نمشي باش تبارك الله عليكم. مشاهدينا متابعي قناة زومسات، بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج سؤال بريء. أسئلتنا البريئة كثيرة جدا، سنطرحها على من يهمه الأمر. انتظرونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.